هلا يا أصدقاء، عدنا من جديد إن شاء الله بالجزء الثاني من أول محاضرة من محاضرات الموليكيولر بيولوجي. بتعرف أول محاضرة كانت هيك عبارة عن سواليف وحكي إنه إيش هي الموليكيولر بيولوجي وكم من كونسبت لازم كنا عارفينهم. بهذا الجزء رح نبلش نعرف شو الاستركتشر تاع النيوكليك أسيد. فهذا الجزء عبارة عن فهم، فالصراحة أنا شفت إنه أنا نفهم الموضوع كلياته وبعدين نيجي نقرأ أو نشوف إيش في أشياء زيادة إحنا ما حكيناها ونركز عليها. فخلونا نشوف إيش الوضع عندنا. احنا كنا عارفين انه انا اي بروجرام بالدنيا كان كلياته مخزن على كود جيني اللي هو الدي ان ايه، وحكينا الجين اللي موجود في الدي ان ايه هو اللي كان بيحدد لي شو نوع البروجرام اللي رح يشتغل، هل هو بأورجانيزم انسان، هل هو أورجانيزم بكتيريا، هل هو انيمال وهكذا، صحيح؟ فحكينا الدي ان ايه هو مخزن، يعني هو المخزن تاع المادة الجينية اللي راح تعمل لي بروجرام معين، تمام؟ اتفقنا على هذا الموضوع. بعدين احنا عارفين انه اي فيرتلايزد اوفم بتحتوي على دي ان ايه، والدي ان ايه ماسك كل المعلومات بشكل كومبليت مشان يحكي لي شو هو البروجرام. طيب هل انا بقدر اعرف شو هو الدي ان ايه؟ هل قدر العلم يوصل ويعرف لي شو الاستراكشر بالضبط الدي ان ايه؟ قدروا يعرفوا. طيب لما اجي احكي عن الدي ان ايه بدي اكون عارفه انه هو عباره عن الوحده او عباره عن الجينيتك ماتيريال في كل السل البروكاريوتيك بلس الايوكاريوتك. تتذكر شو يعني بروكاريوتك؟ اللي هي الخلايا البكتيريه اللي كانت عباره عن سل without النيوكليوس، وكان النيوكليك اسيد ايش مالها؟ بتسبح بالسيتوبلازم. اما الايوكاريوتك فهي عباره عن خليه بتحتوي على نيوكليوس والجينيتك ماتيريال تاعتها داخل الخليه، تمام؟ فنتفق انه الدي ان ايه هو الماده الوراثيه الموجوده في البروكاريوتك، والماده الوراثيه الموجوده في اغلب الايوكاريوتك سيل او كل الايوكاريوتك سيل، اكسبت نوع معين من الخلايا ممكن يحتوي على نوع اخر من الماده الوراثيه اللي هو الار ان ايه. مين هذا المايكرو اورجانيزم؟ اللي هو الفيروسز. ففي بعض سم فيروسز بيحتوي على المادة الوراثية اللي هي الـ RNA. فأنا أفهم قصدك إنه النيوكليك أسيد ممكن تكون DNA وممكن تكون RNA؟ بقولكم يس، الـ DNA موجود في معظم الخلايا، أما الـ RNA موجود ببعض الفيروسز كمادة وراثية. طيب أنا جسمي شو بيحتوي؟ والله بيحتوي على DNA. طب هل ممكن جسمي يكون RNA؟ برضو حكينا يس. كيف ممكن انا من الدي ان ايه اكون ار ان ايه؟ حكينا انه الدي ان ايه هو عباره عن ملك، شو وظيفته؟ وظيفته اساسا يضل قاعد ويجي المسنجر ار ان ايه يعمل لي نسخه من الدي ان ايه بعمليه كنا نسميها ترانسكريبشن، رح ناخذها في التفصيل في المحاضرات الجايه. بعدين حكينا المسنجر ار ان ايه ممكن يعمل لي عن طريق الترانزليشن مشان ينتهي في تصنيع بولي بيبتايد، وهذا البولي بيبتايد اتفقنا انه ممكن يكون بروتين، ممكن يكون انزيم، وممكن يكون هرمون. لهون امورنا تمام التمام. طيب النيوكليك اسيد سواء كان دي ان ايه سواء كان ار ان ايه من شو بيتكون؟ اول سؤال ممكن تنسأله اللي هو شو تعريف النيوكليك اسيد اساسا؟ ومن التعريف تاع النيوكليك اسيد رح ندخل بالستركتشر تاع النيوكليك اسيد. النيوكليك اسيد بغض النظر هل هو دي ان ايه واختصار الدي ان ايه اللي هو ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد، اور الار ان ايه اللي هو رايبو نيوكليك اسيد، هم عباره عن بوليمرز of nucleotides. ايش بتحكي؟ هل هو polymers of nucleotide؟ يس، هذا هو تعريف الدي ان ايه. يعني وين ما رحتوا وين ما سالتوا شو تعريف النيوكليك اسيد او شو تعريف الدي ان ايه او شو تعريف الار ان ايه، هو عباره عن polymers of nucleotide. شو يعني polymers؟ معناته انا بحكي عن ماد عن يعني مكون مجموعه اشياء متشابهه.
هاد معناته كل واحدة منهم، كل سب يونت شو اسمها؟ اسمها نيوكليوتايد. بس أجمعهم مع بعض شو رح يصيروا؟ رح يصيروا نيوكليك أسيد. والله يا إما دي إن إيه يا إما آر إن إيه، على حسب شو هم النيوكليوتايدز الموجودة. طيب مشان أنا أعرف إيش هو الستركتشر، لازم أعرف شو الستركتشر تاع النيوكليوتايد، من إيش بيتكون ككيميكال ستركتشر النيوكليوتايد. أول إشي لازم يكون موجود عندي مشان يتكون النيوكليوتايد ما يسمى بالنيتروجين بيس. إذن أول خطوة أنا لازم يكون عندي نيتروجين بيس. وليش اسمها نيتروجين بيس؟ لأنها عبارة عن رينج بتحتوي نيتروجين، مشان هيك اسمها نيتروجين بيسز بالعربي اللي انتم بتعرفوها، اللي هي القواعد النيتروجينية. طيب أنا شو أنواع القواعد النيتروجينية اللي عندي؟ والله أنا في عندي نوعين من القواعد النيتروجينية. شو هم؟ في إشي أنا بيكون عندي، مش إحنا حكينا يعني هو رينج بيحتوي على النيتروجين، في عندي أنا سينجل رينج، في عندي أنا دبل رينج. يعني أنا سينجل رينج هون لحالها، الله على السينجل رينج تاعتي، وفي عندي ستركتشر بيكون مكون من دبل رينج. السينجل رينج يطلق عليه بايريميدينز، أما الدبل سترينج يطلق عليه بيورينز. كيف بدي أحفظها؟ كلمة بايريميدينز طويلة وبالتالي تكتفي برينج واحدة، أما كلمة بيورينز قصيرة بدها تو رينج مشان تصير مشابهة للبايريميدين. إذا إحنا اتفقنا إنه أنا والله في عندي سينجل رينج وراح تشوفوني برمز له على إنه مربع واحد، ودبل رينج راح تشوفوني إني برمز له زي هيك. اتفقنا؟ تمام. طيب شو هم السنجل رينج نيتروجين بيسز؟ شو هم الدبل رينج نيتروجين بيسز؟ او شو هم البايريميدين؟ شو هم البيورين؟ البايريميدين اللي هم الجي والسي، الجوانين والسيتوسين. تمام؟ اذا انا في عندي جي وفي عندي سي. طيب شو هم البيورينز اللي هم التي والاي، الثايمين والادينين؟ لا استنى شوي، ايش انا قاعده بحكي بخبص. احنا شو هم البيورينز؟ نعتذر. شو هم البايريميدينز؟ اللي هم السي والتي. اما البيورينز اللي هم الاي والجي. اتفقنا؟ فاذا انا في عندي سايتوسين، في عندي ثايمين، في عندي ادينين، وفي عندي اجوان. تمام؟ هذول هم القواعد النيتروجين جينية اللي موجودة عندي مشان أصنع نيوكليك أسيد. هل بس هدول؟ لا، أنا في عندي قاعدة نيتروجينية خامسة اسمها يوراسيل. إيش هاي اليوراسيل؟ هاي اليوراسيل بتكون موجودة بدل الثايمين إذا أنا بدي أصنع RNA. فأول فرق أنا عندي بتوين الDNA والRNA إنه أنا القواعد النيتروجينية اللي موجودة بالدي إن إيه شو اسمهم؟ سيتوسين، ثايمين، أدينين، أند جوانين. أما القواعد النيتروجينية اللي موجودة بالآر إن إيه شو هم؟ والله عبارة عن سيتوسين، أدينين، وجوانين، ويوراسيل بدل الثايمين. إذا هذا هو أول فرق بينهم. طيب لو أجي أرجع أنا على التعريف، شو تعريف الدي إن إيه أو شو تعريف الآر إن إيه أو شو تعريف النيوكليك أسيد؟ هي عبارة عن بوليمرز من النيوكليوتايد. طيب أنا شو صنعت؟ صنعت نيتروجين بيسز. هل يكفي لتصنيع النيوكليك أسيد؟ لا، أنا بدي أوصل لمركب اسمه النيوكليوتايد. طيب كيف بدي أوصل؟ رح أصير أمسك النيتروجين بيس وأضيف عليها شو؟ أضيف عليها شوغر. إيش نوع الشوغر؟ بيكون بنتوز، يعني شوغر خماسي. إذا أنا صار في عندي نيتروجين بيس بلس شوغر. يعني إيش بتحكي؟ يعني أنا والله هاي مثلا عندي التي، رح آجي أربطها بإيش؟ والله رح آجي أربطها بشوغر. تمام؟ رح مثلا بيكون عندي الجي، رح آجي أربطها بشوغر. رح يكون أنا في عندي الأي، رح آجي أربطها
بي شوجر رح يكون في عندي السيل رح اجي اربطها ب شوجر. اذا طيب شو نوع الشوجر؟ عرفنا انه هو شوجر خماسي، بس شو اسمه؟ اسمه رايبوز. وبالتالي انا كل نيتروجين بيس راح اربطها برايبوز. طيب ايش الفرق الثاني بين الدي ان اي والار ان اي اللي هو نوع الشوجر؟ نوع الشوجر بالار ان اي اسمه رايبوز، اما نوع الشوجر اللي موجود بالدي ان اي اسمه دي اوكسي رايبوز. شو بتحكي؟ ايش عندي اوكسي رايبوز؟ يعني انا بالرايبوز بيكون في عندي او اتش، بالديوكسي رايبوز رح يكون في عندي اتش بدون او. نزعت دي معناته نزعت اوكسي، معناته انا نزعت منه ذره اكسجين، وبالتالي صار في عندي انا فرقين بين الدي ان اي والار ان اي، هم الفرقين الوحيدين. اول فرق انه بالنيتروجين بيسز كان في عندي انا ثايمين بالدي ان اي صار يوراسيل بالار ان اي، بنوع السكر بالدي ان اي كان اسمه دي اوكسي رايبوز، اما في الار ان اي اسمه رايبوز. طيب اذا انا صرت مصنعه، حطيت انا في عندي ايش؟ نيتروجين بيس، حطيت عليها شوجر. طيب شو صار اسمها؟ كانت هاي اسمها ثايمين، هاي كان اسمه جوانين، هاد كان اسمه ادينين، هاد كان اسمه سايتوسين. ايش صار اسمه؟ والله الثايمين مع الشوجر صار اسمه نيوكليوسايد. إذا النيوكليوسايد هو عبارة عن نيتروجين بيس بلس شوجر، تمام؟ إذا الثايمين شو بده يصير اسمها؟ ثايميدين. الجوانين رح يصير اسمها جوانوسين. شو هاد كيو؟ الأدينين رح يصير اسمها أدينوسين، والسايتوسين صار اسمها سايتيدين. كلهم ايش اسمهم؟ اسمهم من نيوكليوسايد، تمام؟ اتفقنا على هذا الموضوع. الفرق انه والله بالشوجر انه الار ان اي كان رايبوز، بالدي ان اي صار اسمه ديوكسي رايبوز. ايش وصلنا احنا؟ وصلنا لمركب اسمه نيوكليوسايد. لو نرجع للتعريف تاع الدي ان اي والار ان اي، شو تعريفهم؟ والله هو عباره عن نيوكليوتايد. احنا لسه ما وصلنا عند النيوكليوسايد. طب لو بدي افوت لكم شويه ديتيلز في النيوكليوسايد، اذا اتفقنا انه النيوكليوسايد هو عباره عن شوجر خماسي ومربوط فياته ايش؟ مربوط فياته القاعده النيتروجينيه، النيتروجين بيس، هيك بدنا نرمز لها، تمام؟ بغض النظر شو هي، شو الرابطه ما بين النيتروجين بيس وما بين الشوجر تتوقعوا؟ كيف ارتبطوا مع بعض؟ ارتبطوا مع بعض ب ان جلايكوسيديك بوند. كيف يعني بان جلايكوسيديك بوند؟ مش احنا حكينا النيتروجين فيات نيتروجين بيس فيات عباره عن نيتروجين رينج، اجت هاي الرينج ارتبطت بالشوجر. طب لو بدي اجي افصل، انا مش كان في عندي النيتروجين بيس نوعين؟ يا اما انا في عندي بيورينز واللي هي عباره عن دبل رينج، وفي عندي بايريمدينز. لو بدي اشوف اي اتوم بايريميدين، اي اتوم ارتبطت، خلونا نرسم البايريميدين على اساس انها رينج، وهاي الرينج سداسيه، تمام؟ اما البيورينز كانت والله رينج خماسيه مع رينج سداسيه، ارتبطوا رح يرتبطوا بشوجر. ايش نوع البون؟ والله نوع البون ان جلايكوسيديك بوند. لو اجي اسمي البايريميدين رح الاقيها بترتبط من اتوم واحد مع اتوم واحد، بينهم رابطة إن جلايكوسيديك بوند. أما البيورين رح ألاقيها أتوم تسعة مع أتوم نمبر ون بالشوجر، رح يرتبطوا بإن جلايكوسيديك بوند. اتفقنا؟ اتفقنا على هذا الموضوع. إذا أنا والله البايريميدين أو البيورين كيف ارتبط مع الشوجر؟ ارتبط بإن جلايكوسيديك بوند. كيف إن جلايكوسيديك بوند؟ لأنه النيتروجين بيس أساساً هي عبارة عن نيتروجين كونتيننج رينج، تمام؟ لهون تمام. اذا احنا وصلنا لمركب اسمه نيوكليوسايد، بس انا ما بدي نيوكليوسايد، بدي مركب اوصل اسمه نيوكليوتايد. كيف راح اصنع النيوكليوتايد؟ باني اجيب النيوكليوسايد واضيف عليه فوسفيت جروب. ايه كيف يعني؟ يعني انا كان في عندي هاي الشوجر الخماسي وكان ارتبط فيه مثلا على سبيل المثال النيتروجين بيس عن طريق الN-glycosidic bond، راح اجيب
فوسفيت جروب واربطها على الشوجر. بمجرد ما صار في عندي فوسفيت جروب وشوجر اند نيتروجين بيس صار اسمه المركب النيوكليوتايد اللي انا اساسا بدور عليه. اذا النيوكليوتايد هو عباره عن فوسفيت جروب مع شوجر مع نيتروجين بيس. اتفقنا؟ تمام. اذا لو انا بدي اجي اسمي النيوكليوتايد اللي عندنا ايش هم؟ والله انا يا اما هذا الشوجر مربوط عليه تي مع فوسفيت جروب، او والله هذا الشوجر مربوط عليه جي مع فوسفيت جروب، او والله سي مع فوسفيت جروب، او مع فوسفيت جروب اللي هو اللي. وهون البوند برجع بذكركم بين النيوكليوتايد وبين الشوجر ان جلايكوسيديك بوند على حسب هل هي بيورينز وبالتالي تسعة مع واحد ولا بايرميدينز واحد مع واحد. تمام؟ تمام التمام. طيب شو رأيكم بالفوسفيت؟ كيف ارتبط الفوسفيت مع الشوجر؟ ببساطة الفوسفيت بس إجا ارتبط مع الشوجر ارتبط باي فوسفو. من اسمه فوسفيت؟ فوسفو دايستر بوند. وهاي البوند من أقوى الروابط، بنسميها كوفيلانت بوند، يعني مستحيل تنفك. سو أنا في عندي فوسفودايستر بوند ارتبطت بين الفوسفيت وبين الشوجر. طب لو أجي بدي أفصل تفصيل على أي أتم ارتبط الفوسفيت، مش إحنا هون على واحد ارتبط مين؟ ارتبط النيتروجين بس، صح؟ طيب إذا هاد واحد أو هما مش هون، يعني هاي واحد نتخيلها وارتبط فيها النيتروجين بس، عشان رح أنا راسم الفوسفيت أساسا، هي على واحد وارتبط فيها النيتروجين بس. إذا هاي واحد، هاي تنين، هاي ثلاث، هاي أربعة، هاي خمسة، رح يرتبط الفوسفيت جروب على الأتوم رقم خمسة. رح يرتبط شو الفوسفيت جروب؟ إيش نوع الرابطة؟ باي فوسفودايستر بوند. طيب أنا هيك مش رح أصير أخربط، يعني أنا هاي الشوجر عندي، يا ربي أصير ما أخربط في الرسم، مشكلتي فنانة في الرسم. هذا الفوسفيت هذا الشوجر قصدي ارتبط على الأتوم رقم واحد، مثلا نتخيل إنه هو عبارة عن بايرميدين، وبالتالي بايرميدين إيش ماله؟ سداسي، حلقة سداسية، حلقة واحدة، ارتبط برضو هون على الأتم واحد باي النيجلايكوسيديك بوند، صحيح؟ فهي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي أربعة، هاي خمسة. طيب مش أنا ممكن أصير أخربط هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة. طب أنا مش هيك ممكن أصير أخربط إنه هاي الواحد الواحد تاعت البيس ولا الواحد تاعت الشجر؟ فصاروا يحكوا أريحكم، مجرد ما شفتوا هاي الداش بسميها برايم، معناته أنا بحكي عن شوجر. إذن لما أحكي واحد برايم معناته أنا بحكي عن شوجر. فواحد برايم ارتبطت مين؟ ارتبطت فيها البيس، وعلى الخمسة برايم ارتبطت فيها الفوسفيت جروب. نوع الرابطة بين الشوجر وبين النيتروجين بيس إن جلايكوسيديك بوند. نوع الشوجر، نوع البوند بين الفوسفيت جروب والشوجر فوسفودايستر بوند. اتفقنا لهون؟ أمورنا تمام. إذن أنا صار في عندي إيش؟ النيوكليوتايد، وصرت عارفة إيش الروابط اللي بينهم. لازم أعرف وين موجود الN glycosidic bond اللي هي between النيتروجين بيس and the sugar، ولازم أعرف وين الفوسفودايستر bond. تمام؟ التمام. وبالتالي أنا خلص رح أصير أرسم زي هيك، وإنتوا خلص عرفتوا الروابط إنه هاي على الخمسة برايم، دايما ما ننساها، طيب إذا أنا في عندي هنا اللي هو الـ A، في عندي هنا الـ G، في عندي الـ C، وفي عندي الـ T. اتفقنا؟ هذول كانوا دبل الـ A والـ G، وكانوا الـ C والـ T كانوا سنجل. طيب هاي أنا صار في عندي نيوكليوتايد نمبر 1، نيوكليوتايد نمبر 2، نيوكليوتايد نمبر 3، نيوكليوتايد نمبر 4. تبطلت عاد. طيب أنا شو تعريف النيوكليك أسيد؟ هو عبارة عن بوليمرز من النيوكليوتايد. طيب يسرين إحنا وصلنا للنيوكليوتايد، بس هل هاد صار شكله نيوكليك أسيد؟
أكيد لا، لازم أربط النيوكليوتايدز ببعض. طيب كيف رح أربط النيوكليوتايدز ببعض؟ سهلة. أنا هون ببساطة من الفوسفيت جروب بتيجي بترتبط على الثري برايم باي كمان فوسفودايستر بوند، فكل فوسفيت جروب رح تيجي ترتبط بالثري برايم باي فوسفودايستر بوند، رح تيجي ترتبط الفوسفيت جروب باي ثري برايم باي فوسفودايستر بوند. ببساطة زي هيك، مجرد ما صار عندي ارتباط صار في عندي شين من النيوكليوتايد، بقدر أسميه إنه هذا عبارة عن جزيء نيوكليك أسد. إذا أنا إجيت ربطت آخر رابطة بإني أربط النيوكليوتايد ببعض عن طريق الفوسفودايستر بوند اللي راح تربط الفوسفيت اللي موجود بالفايف برايم بالنيوكليوتايد الثاني عن طريق الثري برايم، وبالتالي لو أنا آجي بدي أقرأ هاي التشين من النيوكليك أسيد، كيف راح أبلشها؟ راح أبلشها دائما من فوق اللي هو الفايف برايم، راح انتهي فيها من الثري برايم. اذا انا هيك صار في عندي النيوكليوتايدز سلسله متكامله، بقدر اسميها النيوكليك اسيد. بس هل بقدر اسميها دي ان ايه؟ تخيلوا هاي سنجل ستراند واحده صح؟ بقدر اسمي السنجل ستراند هذه دي ان ايه؟ ما بقدر اسميها. ليه؟ لانه ما في عندي دي ان ايه يكون سنجل ستراندد انه يخلي البني ادم قادر على العيش، ضروري يكون دبل ستراند. طيب كيف بدي اصنع الدبل ستراند تاعتها؟ ببساطه بتيجي بتحكوا لي عاد زي ما صنعتي هاي الستراند، جيبي لي نفس النيوكليك نفس النيوكليوتايد وصنعي لي وهي بحطيهم زي هيك. وين وصلنا؟ سي بتيجي تحكوا لي هاي يلا خذي صار دي ان ايه، بما انه هي والله سيرين، هي هون 5 برايم كمان وهون 3 برايم، هي سيرين صار في عندك 2 ستراند، يلا خلص هي الدي ان ايه جاهز. باجي بحكي لكم شو اللي بتعملوه، الستراند الثانيه تاعت الدي ان ايه ما بصير تكون ايدنتيكال، دائما الاشياء المتشابهه تتنافر وبالتالي ما بصير تكون ايدنتيكال. شو المصطلح اللي لازم يكون؟ لازم يكون كومبلمنتري. شو يعني كومبلمنتري؟ يعني مكامل لإله. هاي أول خطوة. ثاني إشي لازم يرتبطوا ببعض التو ستراندد مشان يكونوا ستيبل، وبالتالي أنا لازم أربط القواعد النيتروجينية مع بعض. فكيف هذا الإشي رح يصير؟ خلونا نشوف كيف رح يصير. أول إشي خلونا نعرف إذا أنتوا بتتذكروا كيف القواعد النيتروجينية بترتبط ببعض. أول إشي مش أنا كان في عندي بيورينز وكان في عندي بايريميدينز. أجيب الشاحن وأجي. إذا زي ما حكينا لازم يكون كومبلمنتري، فإحنا عارفين إنه إحنا في عنا بيورينز وفي عنا بايريميدينز. شو هم البيورينز؟ اللي هم الـ A والـ G، وفي عنا البايريميدينز اللي هم الـ C والـ D. فصاروا يحكوا لنا لازم كل بيورينز يكون له إشي مكامل من البايريميدينز، فدائما دائما البيورينز بيرتبط مع البايريميدينز، يعني الـ A رح نلاقيها بترتبط مع الـ T والـ C رح نلاقيه يرتبط مع العكس. الـ G رح يرتبط مع الـ C، لازم بيورين مع بايريميدين وبايريميدين مع بيورين، ممنوع يكون في عندنا بيورين مع بيورين أو بايريميدين مع بايريميدين. لازم دائما بيورين مع بايريميدين. فلقوا برضه لازم الاي ترتبط مع التي والجي يرتبط مع السي، يعني الاي ترتبط مع التي والجي يرتبط مع السي، ما في اي بيرتبط مع سي ولا جي بيرتبط مع تي. هذول هم لقوا انهم هم اكثر ستراكشر شو مالهم؟ ستيبل. اتفقنا؟ طيب المعلومة الثانية اللي بدنا نعرفها بشو نوع الرابطة اللي رح يرتبطوا النيوكليو نيتروجين بيس مع بعض؟ لقوها بترتبط بهيدروجين بوند.
تمام؟ كيف بيرتبط واحد منهم بيكون دونر، واحد بيكون منهم اكسبتر. بس اجي احكي لكم انه الاي ما بتضبط مثلا مع السي، لانه مثلا الاي رح تكون دونر والسي رح تكون دونر غالبا، وبالتالي ما بيزبط، مش يصير بينهم هيدروجين بوند. نفس الشيء مبدا الجي مع التي، مستحيل يزبطوا، لانه احنا هذا الاستراكشر اللي لقوه بيكون ثابت، الاي مع التي، واحد منهم دونر واحد منهم اكسبتر، وبالتالي كل واحد بيعطي إشي، مثلا واحد بيعطي هيدروجين والثاني بيستقبل الهيدروجين، فبيصير بينهم هيدروجين بوند. تمام؟ طيب كم عدد الهيدروجين بوند بين الاي والتي؟ في عندي 2 هيدروجين بوند، وبين السي والجي بيكون في عندي 3 هيدروجين بوند. طيب شو وضع هاي الهيدروجين بوند؟ هل هي كوفالنت بوند زي الفوسفودايستر بوند؟ لا، هي عباره عن ويك بوند، بتنكسر بسهوله. يعني مجرد مثلا ما تغيرت الحراره او والله تغير البي اتش، بنلاقي هاي البوند شو مالها؟ اتكسرت. طيب مين تتوقعوا اقوى، ارتباط الجي مع السي ولا ارتباط التي مع الاي؟ اكيد الجي مع السي. ليه؟ لانه عدد البونز اكثر من عدد البونز اللي موجودين في الاي والتي. اذا صرنا نحكي يا سلام علينا، قدرنا نصنع الدي ان اي، عرفنا انه لازم يكونوا ايش؟ دبل ستراندد وكومبلمنتري. فيا سيدي العزيز، هي انا نتخيل انه انا هذا الخط عباره عن شوغر، تمام، مرتبط مع فوسفات، هيك بس امسكوا لي اياه على هذا الاساس كلياته، وهذا عباره عن شوغر مرتبط مع فوسفات كل الباك بون. بضل عندنا ايش؟ النيتروجين بيس. هاي انا في عندي نيتروجين بيس، نيتروجين بيس، نيتروجين بيس، نيتروجين بيس، نيتروجين بيس، وعرفنا انه لازم يكونوا كومبلمنتري. فمثلا الاي بده يقابلها تي، السي بده يقابلها جي، الجي بده يقابلها سي، التي بده يقابلها اي، الاي بده يقابلها تي، وعرفنا انه والله بتنتهي بال5 وبتنتهي بال3 برايم. هون بتبدا بال5 وتنتهي بال3 برايم. خذي يا سيرين، هي صنعنا الدي ان اي. باجي بحكي لكم برضو الموضوع مش هالقد سيمبل. هل هدول الستركتشر بارلل تو بعض؟ يس، بنحكي انه هدول الستركتشر بارلل، بس مشكلتي في الدي ان اي شو؟ انه بيكون انتي بارلل. شو يعني انتي بارلل؟ يعني انا واحدة منهم رح تبلش بفايف وتنتهي بثري. يعني تخيل هاي انا راس البني ادم، هاي شعراته وهي رجليه. الثانية لازم تكون انتي بارلل، يعني انا ببلش من الراس من تحت وبنتهي من الرجلين من فوق. اذا الدي ان اي بيكون مش بارلل، بيكون انتي بارلل، يعني فعليا ببلش من تحت لفوق، فبيكون من 5 برايم تو 3 برايم. باجي بحكي لكم يا سلام عليكم، هيك صار في عندنا الدي ان اي. تحكوا لي طيب سليم احنا ما بنشوفه هيك، فباجي بقول لكم صح، ذكرتوني انه برضه مش هالقد سمبل. الدي ان اي ما بيكون لينير، كيف بنشوفه احنا؟ بنشوفه تويستد، وبالتالي بنلاقي الدي ان اي تويستد زي هيك. بيكون في عندي تو ستراندد، واحده مبلشه، واحده مبلشه من 5 هي علينا، والثانيه مبلشه من 3، واحده خلصة ب5 و3. زي هيك الدي ان اي بيكون موجود تويستد. ليه؟ لانه بدي احكي لكم هالقاعده، انه الاسترانز تاعون الدي ان اي في عندنا شيء اسمه باك بون وفي شيء اسمه انر. الانر شو هو؟ اللي بيتكون من النيتروجين بيسز، ومن جوا شو بتحتوي؟ بتحتوي على هيدروجين بوند، هون تنتين، هون ثلاث، هون ثلاث، هون تنتين، هون تنتين، تمام؟ مشكلتنا انه النيتروجين بيسز عباره عن هيدروفوبيك، اما الفوسفيت والشجر عباره عن هيدروفيلك، وبالتالي شو صار في عنا؟ من جوا لو تدخل المي عليه رح تتكسر البونز. مشان هيك ربنا عمل الدي ان اي تويستد، مشان يقلل قدر المستطاع انه المي تدخل لجوا وتكسر للقواعد النيتروجينية، تمام؟ فاحنا لو بدي اجي الخص لكم الموضوع بكم كلمه، لو اجي نحكي الدي ان اي ستراكشر او النيوكليك اسيد ستراكشر، خلينا نكون مصطلح اعم، من ايش بيتكون؟
بيتكون من polymers of nucleotides. هاي البوليمرز اوف النيوكليوتيدز ممكن تصنع النيوكليك اسيد. النيوكليك اسيد نوعين، عند الدي ان اي ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد، في عند الار ان اي رايبو نيوكليك اسيد. لما نيجي نحكي شو الستركتشر تاع النيوكليوتيد، بتتكون من ثلاث اشياء. اول شيء بتتكون من النيتروجين بيس، هل هي بيورين او بايريميدين، بعدين بنحط بنضيف عليها احنا الشوجر، وبعد الشوجر آخر إشي بنحط الفوسفيت جروب، بيصير في عنا النيوكليوتيد. الرابطة بين النيتروجين والشوجر باي إن جلايكوسيديك بوند، الرابطة بين الشوجر والفوسفيت باي فوسفو دايستر بوند. بعدين حكينا بين النيوكليوتيد والنيوكليوتيد برضو فوسفو دايستر بوند، وهي عبارة عن كوفيلنت بوند. أما بين البيس نيتروجين بيس والنيتروجين بيس راح تكون هيدروجين بوند، وهي عبارة عن ويك بوند. بعدين حكينا الموضوع مش بهالسهولة، كل ستراند بيتكون من 5 برايم بينتهي ب 3 برايم، وعكسه تماما راح يكون من 5 برايم تو 3 برايم، والموضوع بيكون توستد. تمام، هيك بنكون خلصنا أهم التفاصيل. فخلونا نرجع للمحاضرة ونشوف لنا كم من تفصيلة زيادة. لو نرجع للمحاضرة وشو الكلام اللي حكيناها، أغلب الكلام إحنا حكيناها، فاعتبروها مراجعة وندقق على الأشياء اللي نسينا نحكيها. حكينا إنه النيوكليك أسد هي نوعين، هي يا إما دي إن إيه يا إما آر إن إيه. اختصار الـ DNA اللي هو ديوكسي رايبو نيوكليك أسد، أما الـ RNA فهو رايبو نيوكليك أسد، وعرفنا ده. بس هلأ رح نعيد التنين تعريفهم، حكينا إنهم عبارة عن بوليمرز من النيوكليوتيدز، فاتفقنا إنه كل النيوكليك أسد هم لازم يتكونوا من النيوكليوتيدز. بعدين اتفقنا إنه الـ DNA موجود في النيوكليس الإيوكاريوتيك، أما البروكاريوتيك هو بيسبح بالسيتوبلازم، ووظيفته إنه هو عبارة عن المادة الوراثية فيها دور الخلايا، ما عدا بعض أنواع الفيروسات اللي كان الـ RNA هو يعتبر كالمولكيول أوف هيريديتري، كالمادة الوراثية لإله. بعدين اتفقنا إنه إحنا ممكن نصنع الـ RNA من الـ DNA عن طريق المسنجر RNA، واللي بعدين كنا نقدر نصنع فيها بوليبيبتايدز. بعدين حكينا عن الستركتشر تاع الدي ان اي، وبنرجع نذكر تعريف الدي ان اي او تعريف النيوكليك اسيد هو عباره عن لونج اون برانش بوليمرز اوف النيوكليوتيدز. ومشان نعرف شو الستركتشر تاع الدي ان اي، اكيد لازم نفهم شو الستركتشر تاع النيوكليوتيدز. فالنيوكليوتيدز بتتكون من شو؟ بتتكون من ثلاث اهم اشياء، اللي هم الشوجر، اللي هو بعدين النيتروجين بيس، بعدين الفوسفيت. فلو بدي ابلش من اول خطوه اللي هي النيتروجين بيس، شو هي النيتروجين بيس؟ حكينا النيتروجين بيس انا في عندي تو جنرال تايبس، في عندي بيورينز وفي عندي بايريميدينز. البيورينز حكينا الاسم القصير بيحتوي على تو رينج، حكينا اسمهم نيتروجين بيس لانهم عباره عن نيتروجين عباره عن رينج كونتيننج نيتروجين. فالبيورينز بيتكون من تو رينج، واحده سداسيه واحده خماسيه. فلو نيجي نتفرج على الصوره، هي البيورينز عباره عن تو رينج، واحده منهم سداسيه واحده منهم خماسيه، والتو رينجز بيحتوي على نيتروجين، مشان هيك اسمهم نيتروجين بيسز. تمام. حكينا بعدين شو هم البيورينز، اللي هم الاي ادينوسين اند الليجوان، ادينين قصدي اند الليجوان. بعدين حكينا في عندي نوع ثاني من النيتروجين بيس اللي هو البايريميدين، حكينا البايريميدين طويل بكفي ايش سنجل رينج، وهاي السنجل هي عباره عن رينج سداسيه. فلو نيجي نتفرج على الصوره، هي فعليا رينج بتتكون من سته يعني حلقات، مش ست حلقات يعني ست اشياء، ست زوايا، نسيت الكلمة. اتفقنا؟ فإحنا إذا اتفقنا بيورينز وبايريميدينز، مين هم البايريميدينز؟ أنا في عندي تنتين رئيسيات اللي هم السيتوسين والثايمين، هذول موجودين في الدي إن إيه. أما بالآر إن إيه، إذا بده يكون في عندي آر إن إيه، راح أبدل الثايمين في اليوراسيل. هون زايد لنا معلومة إنه شو الفرق بين الثايمين واليوراسيل؟ ببساطة الفرق بينهم إنه بالأتوم رقم 5 هاي
شوفوا شوفي عندنا بتختلف انه بالميثال جروب تاعتها، فمثلا الثايمين في عندي سي اتش 3، اما في اليوراسيل فانا في عندي سي اتش. فهذا اول فرق حكينا بين الار ان اي والدي ان اي، انه والله الدي ان اي بيحتوي على ثايمين، اما الار ان اي فهو بيحتوي على يوراسيل. تمام اتفقنا. طيب هل حكينا النيتروجين بيس يكفي؟ لا، انا بدي اصنع نيوكليوتايدز، وبالتالي هنا بيرجع بيحكي لنا عن نيتروجين بيس، انه والله في عندي بيورينز اللي هي تو رينجز، والبايرميدينز هي سنجل رينج، والتنين بيحتوي على نيتروجين وامورنا في السليم. بعدين حكينا مشان انا احول النيتروجين لا نيوكليوتايد، في عندي خطوه قبليها انه اصنع نيوكليوسايد. حكينا كيف بنصنع النيوكليوسايد، اني اضيف شوجر، والشوجر بيكون بنتوز، بيكون خماسي. فالشوجر مع النيتروجين بيس راح اصير اسمهم النيوكليوسايد. بعدين اتفقنا شو نوع الشوجر، على طول بتحكوا لي رايبوز. في عندنا الفرق الثاني بين الدي ان اي والار ان اي، انه الشوجر اللي موجود في الدي ان اي شو اسمه؟ ديوكسي رايبوز، اما الشوجر اللي موجود في الار ان اي اسمه الرايبوز الحقيقي. شو بيفرق الديوكسي رايبوز عن الرايبوز؟ ببساطه الرايبوز حكينا فيها تو او اتش جروب، اما الديوكسي رايبوز فهو منزوع الاكسجين، ومن هذا اجى تسميه الدي ان اي من كلمه دي اوكسي ديوكسي نيوكليك اسيد، ام ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد، اما الار ان اي فهو رايبو نيوكليك اسيد. تمام. طيب بعدين حكينا انه بس انا اجي اسمي النيتروجين بيس راح اسميها على اساس انها مثلا 1 2 3 4 5 6، اما لما اجي اسمي الشوجر راح اسميه 1 برايم 2 3 4، وبينتهي ب 5 برايم. في انا عندي برايم، فاذا نتذكر انه انا في عندي بس اشوف كلمه او اشاره البرايم معناته انا برقم بالشوجر. تمام. وهنا اذا حكينا الدي ان اي بيفرق عن الار ان اي، انه مش موجود عندي الاكسجين على الاتوم رقم 2، وبالتالي انا بيكون عندي ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد في الدي ان اي، اما في الار ان اي بيكون عندي رايبوز عادي. اذا انا بالنهايه صار في عندي النيوكليوسايد، وحكينا كيف تسميت النيوكليوسايد، الادينين شو راح تصير اسمها؟ راح تصير اسمها ادينوسين، والجوانين شو راح يصير اسمه؟ راح يصير اسمه جوانوسين، وهكذا. بعدين اذا حكينا احنا ما بدنا نيوكليوسايد، بدنا نوصل للنيوكليوتايد. كيف رح اوصل للنيوكليوتايد؟ باني اضيف اخر خطوه اللي هي الفوسفيت جروب. بالبدايه اذا انا في النهايه رح يصير في عندي هي الشوجر، في عندي هون نيتروجين بيس، وهون رح يكون في عندي فوسفيت، وبالنهايه بصير اسمه نيوكليوتايد. هون في شويه تفاصيل خلينا نتطرق لها. بيحكي لنا الفوسفوريك، بس اجي احكي شيء اسمه فوسفوريك اسيد. من ايش بيتكون الفوسفوريك اسيد؟ الفوسفوريك اسيد اللي موجود هو عباره عن اتوم من الفوسفيت و3 هيدروكسيل جروب ودبل بوند اكسجين. اذا هذا اسمه ايش؟ اسمه فوسفوريك اسيد. هل انا بيرتبط ب شوجر فوسفوريك اسيد ولا فوسفيت جروب؟ اكيد مش فوسفوريك اسيد، فوسفيت جروب. فهو قاعد بفوت لنا بتفاصيل كيف تحول الفوسفوريك اسيد بالفوسفيت جروب. بيحكي لنا ببساطه انه شايفين هذول الهيدروكسيل جروب، الثري هيدروكسيل جروب، تنين منهم راح يشاركوا بارتباطهم بالشوجر. مش حكينا احنا هي الشوجر على سبيل المثال، بس يجي يرتبط بالفوسفيت جروب راح يرتبط باي بوند؟ راح يرتبط ب فوسفودايستر بوند. مشان تتكون الفوسفودايستر بوند بيجي تو هيدروكسيل جروب يتبرعوا بالاتش تاعتهم ويكونوا لي فوسفودايستر بوند. ففي عندي تو من الهيدروكسيل جروب راح يكونوا لي كوفيلنت بوند مع الشوجر اللي هي الفوسفودايستر بوند. حكينا الفوسفودايستر بوند بما انها كوفيلنت بوند فهي سترونج ولا ويك؟ فهي سترونج بوند. هل بتنكسر بالظروف الطبيعية بتغير التمبريتشر أو بتغير البي اتش؟ لا، تحتاج لظروف خاصة سواء طاقة أو إنزيم معين. فاتفقنا إنه التنتين من هدول الهيدروكسيل جروب شو مالهم؟ رح يشاركوا في تصنيع الفوسفودايستر بوند. أما الاتش الثالثة رح يصير لها ديسوشيشن، رح تنفك بالطبيعي. تمام. وبما إنه أنا خسرت اتش بلس المركب كامل، شو رح تصير شحنته؟ راح تصير شحنته سالبة، وبالتالي بالنهاية بعد ما يروح الأتش من هون والأتش من هون والأتش من هون ويصير سالب، راح يصير اسمه المركب فوسفيت.
وبالتالي الفرق بين الفوسفوريك أسيد مش مربوط بإيش، الفوسفوريك أسيد ماشي حر بيتكون من 3 هيدروكسيل جروب ودبل بوند أو، أما بس أجي أحكي فوسفيت جروب معناته مربوط بإيشي، وأنا هون بحكي إنه مربوط بالشوكر. إيش التشارج تاعته؟ نيجاتيفلي تشارج، اتفقنا؟ وبالتالي بحكي إنه الثيرد أو أتش راح يصير لها ديسوشيشن بتكون 3، وبالتالي ايش بصير اسمه؟ بصير اسمه فوسفيت جروب. ليش صار لها ديسوشيشن؟ لانه خلص يعني بالفسيولوجيكال بي اتش بصير لها ديسوشيشن، اتفقنا؟ وبالتالي بنرجع بنذكر انه كانت نيجاتيفلي تشارج. طيب بما انها نيجاتيفلي تشارج، تعرفوا القاعده اللي بتحكي اي شيء نيجاتيف فهو اسيدك، اي شيء بوزيتيف فهو بيسك، وبالتالي مشان هيك اسمه النيوكليك اسيد بسبب الشحنه السالبه اللي اكتسبها من وين؟ من وراء الفوسفيت جروب. وبالتالي هل تتوقعوا الدي ان اي والار ان اي نيجاتيفلي تشارج ولا بوزيتيفلي تشارج؟ تيجي تحكوا لي نيجاتيفلي تشارج، لانه انا في عندي هذا الشوجر، الشوجر مربوط بالنيتروجين بيس ومربوط بالفوسفيت جروب، والفوسفيت جروب نيجاتيفلي تشارج، فكل المركب شو ماله صار نيجاتيفلي تشارج. طب هذا شو بستفيد منه؟ هلا اذا بتتذكروا او اذا بتعرفوا انه انا في عندي كروموسومات، صح؟ الكروموسومات بتحتوي على دي ان اي، الدي ان اي لاف على بعضه، الشيء اللي بيساعد انه يلف بطريقه، انت متخيلين لو تيجي تفرد النيوكليك اسيد او الدي ان اي كثير بيكون طويل، فكيف مجعلك حاله وحاش حاله جوا النيوكليس؟ بمساعدة بروتين اسمه هيستون. هذا الهيستون اللي احنا شايفينه بيساعد النيوكليك أسيد يلف على بعض. هذا الهيستون سبحان الله يعني ربنا خلقه بيكون بوزيتيفلي تشارج، مع الدي ان اي اللي بيكون نيجاتيفلي تشارج شو بيقدر؟ بيساعده انه يلف على راحته. تخيل لو الاثنين كان نيجاتيف رح يصير فيهم تنافس، ولا رح يقدر الدي ان اي يطحش ولا رح يقدر يدحش حاله في النيوكليس. مشان هيك ربنا خلى الدي ان اي او النيوكليك أسيد نيجاتيف وخلى الهيستون بوزيتيف، فاتفقنا انه هو اسيتك لانه هو نيجاتيفلي تشارج، واتفقنا انه مشان يقدر يصير بينهم اتراكشن بتوين هو وبتوين الهيستون البروتين اللي قادر على انه يلفه. فلو انا اجي نحكي عن البيورينز والبايريميدينز او نحكي عن النيوكليوتيدز، عرفنا انه النيوكليوتيدز هي عباره عن شوجر مرتبطه في فوسفيت جروب ومرتبطه بالبيورينز. الباوند بتوين البيورينز والفوسفيت شو اسمها؟ كنا نسميها ان جلايكوسيديك بوند، وحكينا على اي اتوم دائما الشوجر دائما بيكون على اتوم نمبر 1 الرابطة بين يعني النيتروجين بيس والشوجر. أما بتختلف على حسب البيورين، إذا كانت البيورين اللي هي سينج دبل رينج فهي شغالة على الأتوم الأخيرة اللي هي نمبر 9، تمام؟ أما البايريميدينز فهي شغالة على الأتوم نمبر 1، وبالتالي النيتروجين مع نيتروجين فهي بتحكي إن جلايكوسيديك بون. طيب شو العلاقة حكينا أو الرابطة بتوين الشوجر وبتوين الفوسفات؟ حكينا باي فوسفوديستر بون. طيب على أي رقم من أرقام الأتومز؟ دائما حكينا على الفايف برايم، فاتفقنا على الموضوع إنه أنا والله في عندي شوجر مربوط في نيتروجين بيس هون 1 هون 9 على سبيل المثال، ومربوط دائما بفوسفات على الفايف برايم. اذا لو ارجع احكي شو هو النيوكليوتيد، على طول بتحكوا لي هو عباره عن نيتروجين بيس مربوط بشوجر مربوط بفوسفيت جروب. فشوجر مع بيس شو رح يعطوني؟ رح يعطوني النيوكليوسايد، النيوكليوسايد مع فوسفيت رح يعطوني النيوكليوتيد. لو بدنا نيجي نسمي البيسز حسب هل هي ار ان اي او دي ان اي، اذا ار ان اي فهي ادينين جوانين سايتوسين، بدل الثايمين رح تكون يوراسيل، اما الدي ان اي رح تكون ادينين جوانين سايتوسين اند ثايمين. بس اجي احكي عن النيوكليوسايد، الادينين رح يصير اسمها ادينوسين، الجوانين رح يصير اسمها جوانوسين، السيتوسين رح يصير اسمها سيتيدين، واليوراسيل رح اسميه يوريدين. لو بدي اجي افصل الدي ان اي، بنعرف انه الدي ان اي ما بيحتوي على رايبوز، بيحتوي على ديوكسي، فبصير اسمه ديوكسي ادينين، ديوكسي ادينوسين، ديوكسي جوانوسين، ديوكسي سيتوسين، ديوكسي ثايمين. ليه؟ لانه نعرف انه هذا بيحتوي على ديوكسي رايبوز. أما بالنسبة للنيوكليوتيدز إحنا بالنهاية ضفنا عليها فوسفيت جروب، فشو رح يصير اسمها؟ رح نصير نسميها أدينوسين، تمام؟
وين ارتبط عليها الفوسفيت؟ على الفايف برايم. كم فوسفيت ارتبط؟ ارتبط فوسفيتة واحدة، فصار اسمه أدينوسين فايف برايم مونوفوسفيت. جوانوسين ارتبطت على الفايف برايم فوسفيت وهي فوسفيتة واحدة. سايتيدين فايف برايم مونوفوسفيت. يوريدين فايف برايم مونوفوسفيت. وهكذا بالدي ان ايه نضيف كلمة دي أوكسي مشان نعرف إنها دي أوكسي ريبوز. فهنا بيرجع بيحكي لنا شو هي البونز بين النيوكليوتيدز. بس نحكي عن النيوكليوتيدز بدنا نعرف انها مكونه، نرجع نحكي من شوغر خماسي مع نيتروجين بيس مع فوسفات. فيلا على السريع، اول رابطه احنا بنحكي، احنا هلا بنحكي عن روابط في كل نيتروجين في كل نيوكليوتيد لحال. اول رابطه اللي هي هون اللي هي بين النيتروجين بيس اند الشوغر، شو اسمها؟ بسميها ان جلايكوسيديك بوند. وين كانت؟ على حسب انت بتحكي باي بيورينز ولا بايريميدينز. اذا دبل رينج معناته على الاتوم رقم 9، اذا سنجل رينج معناته على الاتوم رقم 1. مع مين؟ والله برضه مع الاتوم رقم 1 دائما وابدا للشوغر. تمام؟ اذا اول رابطه اللي هي ان جلايكوسيديك بوند. ثاني رابطه رح تكون اللي هي كل النيوكليوتيد مع الثانيه، اللي هي انا بحكي مثلا على هي النيوكليوتايد رقم واحد بدي أربطها مع النيوكليوتايد رقم تنين. كيف رح أربطهم؟ عن طريق برضو فوسفودايستر بون. طيب كيف رح ترتبط من وين لوين؟ حكينا دائما أنا الفوسفيت طالع على الفايف برايم، أما هون رح تطلع على ثري، رح ترتبط دائما وأبدا على ثري برايم. فبيحكي لنا النيوكليوتايد رح ترتبط عن طريق الفوسفودايستر بوند، رح يرتبط واحدة من الخمسة رح يطلع منها الفوسفيت جروب، والثانية رح تطلع من الثلاث، فالثري اند بنهاية الثري اند هون مع بداية الفايف اند. تمام؟ تمام. مشان هيك احنا بنصير نقرأ الدي ان ايه من فوق لتحت، بتبلش دائما من الفايف وبتنتهي بالثري اند. في الدي ان ايه اوف ذا نيوكليوتايد ان وان ستراند حكينا ايش بتكون؟ opposite together. وبالتالي إذا واحدة كانت نازلة نزول من 5 to 3 الثانية رح تطلع طلوع من 5 to 3، فلازم يكونوا إيش متعاكسين، فبنسميهم anti-parallel. The 5 end has a terminal phosphate group and the 3 end has a terminal hydroxyl group. دائما ال 5 شو طالع منها؟ phosphate group، ما اختلفنا. أما ال 3 ما كنا حكيها بتنتهي ب hydroxyl group يعني ب OH. تمام؟ فرح تنتهي بهيدروكسيل جروب. فلو انتم بدكم تيجوا ترسموا وتحفظوها منيح، يعني هاي الشوغر، هاي النيتروجين بيس، هاي عندنا الفوسفيت على الفايف برايم والثري برايم مشان ترتبط معها لازم يكون عندنا هيدروكسيل جروب. رح تيجي بعديها النيوكليوتايد الثانيه، رح يجي الفوسفيت يرتبط مع الاو اتش عن طريق الفوسفودايستر بوند. فلو انا بدي احكي لنا اجي اقرا مثلا سيكونس من 5 تو 3 لازم اقراه، فمثلا لو في عندي اي يو جي هذا البوليبيبتايد، كيف بصير اقراه؟ بقراه من 5 برايم تو 3 برايم اي يو جي، فبحكي 5 برايم اي يو جي 3 ان. تمام؟ طيب شو هلا بدي احكي عن البونز بتوين البيس يعني النيتروجين بيس اند الدي ان. شو هم البونز بين النيتروجين بيس؟ على طول بسرعه بسرعه، هذول كنا نحكي عن فوسفودايستر بوند بين النيوكليوتيدز، هون رح نحكي عن هيدروجين بونز. طيب هذول الهيدروجين بونز بيحكي لنا على حسب الوستن كريكيك رولز اللي احنا حكيناها، ضروري جدا كل A ترتبط مع T، يعني كل ادينين يرتبط مع ثايمين بكم هيدروجين بوند؟ بتو هيدروجين بوند. وكل سي يرتبط مع جي بكم هيدروجين بوند؟ بثري هيدروجين بوند. فاتفقنا انه انا في عندي شيء السي والجي باي 3 هيدروجين بوند، والاي والتي باي 2 هيدروجين بوند. As a result the base composition of DNA from different cellular sources is not random. وبالتالي احنا ما بنربط بشكل عشوائي، ضروري كميه الاي بشكل منطقي، مش الاي كل اي بده يرتبط مع تي، وبالتالي كميه الاي ضروري تكون مساويه لكميه التي، وكميه الجي ضروري تكون مساويه لكميه السي. ما هذا ما يعرف بالشارغاف رولز، او مثلا بيحكوا لنا انه كميه البيورينز، لانه كل بيورين بيرتبط مع بايريميدين، لازم تكون مساويه لكميه البايريميدينز. فهذا ايش اسمه الرول؟ شارغافس رول. تمام؟ ف
فإحنا حكينا مين هم الموست ستيبل بيرز، اللي هو الاي دائما مع التي والجي دائما مع السي. أول إشي هلأ بدنا نبلش نحكي ليش الاي مع التي والجي مع التي هم أكثر إشي ستيبل. أول سبب إنه الدايمينشن بتوين هدول التايس من البونز عبارة عن identical dimension. شو قصدك identical dimension؟ يعني أنا المسافة بين الكربون رقم واحد من السي والجي تقريبا بتكون تساوي 1.08 نانومتر، والمسافة بين الأي والأدينين والثايمين تقريبا 1.11 نانومتر، فما يقارب هاي تقريبا يعني 1.1 وهاي تقريبا 1.1، فالدايمينشن بين هدول تقريبا ايدنتيكال متشابه. طب انا شو بهمني؟ بهمني انه انا بدي اصنع الدي ان ايه، شوفوا كيف تصنيعه، لازم يكون المسافات بينهم متشابهه مشان يكون ستيبل، مش والله مثلا واحده هيك طولها واحده هيك طولها واحده ابصر كيف، فكيف بده يكون الدي ان ايه يلف على راحته وحالته حاله؟ ما راح يكون ستيبل. فلقوا انه الدايمنشن بين السي والجي والدايمنشن بين الاي والتي تقريبا مماثل. طيب ما انتم بتحكوا لي ليش مثلا ما السي مع الجي مع السي مع التي والاي مع الدي ما بيزبط؟ فاول شيء انه الدايمنشن لقوهم بين السي والجي والاي والتي ايدنتيكال، تمام. ثاني شيء بيحكي لنا لو انا جربت اخذ، مش انا لازم بيورين مع بايرمدين، لو جربت اخذ بيورين مع بيورين او بايرمدين مع بايرمدين ما راح يزبط، لانه البيورين مع البيورين تخيلوا انتم تو يعني تو دبل رينج مع بعض رح تكون تو وايد، أول أما البايرميدين مع البايرميدين وان رينج مع وان رينج رح تكون تو نارو. يعني على سبيل المثال زي هون شوفوا بايرميدين مع بايرميدين طلعت نارو من أتوم وان لأتوم وان، أما البيورين مع بيورين طلعت تو ثيك فما زبط. فمشان هيك أنا كان لازم واحدة بايرميدين واحدة بيورين، اتفقنا؟ فهي أول سبب لي أنا بعمل بيورين مع بايرميدين ما بقدر أعمل غير هيك. ثاني سبب حكينا انه الهيدروجين بوند هي عباره عن ويك بوند، وهي طبعا لا تقارن ابدا بالكوفلنت بوند اللي هي الفوسفودايستر بوند. حكينا كيف ممكن يصير في عندي انا هيدروجين بوند، لازم يكون في عندي دونر ولازم يكون في عندي اكسبتر. يعني انا واحده لازم تكون ان اتش واحده لازم تكون سي او، فبيعملوا لي بينهم هيدروجين بوند. فبرجع بذكرنا انه هذا السبب انه لازم يكون وحده دونر وحده اكسبتر رح تعطي لي سبيسيفيسيتي انه السي ما رح يزبط غير مع الجي والاي ما رح يزبط غير مع التي، رح نشوف كمان شوي بالصور. برجع بذكرنا انه الهيدروجين بوند شو مالها؟ ويك، اللي بتقدر تنكسر وترجع تتركب ببساطه، عكس تماما الكوفلنت بوند اللي كانت تحتاج طاقه او حتى ممكن تحتاج لانزيمز مشان تتكسر. اتفقنا. طيب هذا الإشي شو أهميته؟ سبحان الله، هي انتو الدي ان اي، تمام، هي الدي ان اي، هون انا في عندي البيسز، هون عندي الباك بون اللي بيتكون من فوسفودايستر بوند، صحيح، وبالتالي هذا كلياته بيكون ايش؟ بيكون بي فوسفودايستر بوند، وبالتالي بيكون كوفلنت بوند، اما هون بيكون هيدروجين. طيب احنا اساسا حكينا شو وظيفه الدي ان اي؟ حكيناها انه يتصنع منه ار ان اي، هي وظيفه، تخيلوا وظيفه الدي ان اي انه بس نصنع منه ار ان اي، وبالتالي هي الدي ان اي اتخيل مي علينا وبينه ايش؟ النيوكليوتيد. كيف راح اصنع منه الار ان اي؟ لازم ينفصلوا عن بعض التو سترانز هذول، وبالتالي لازم يصير شوي يبعدوا عن بعض، بس هدول نفسها هاي الستراند مش لازم تتفكك عن بعض. مشان هيك ربنا خلى الهيدروجين بوند ضعيفة بتوين النيتروجين بيسز، بس خلى الباك بون تاع الدي ان اي قوي مشان الستراند نفسها ما تتفتت على بعض، فخلاها ويك مشان نقدر نعمل ريبليكيشن للدي ان اي، نقدر نعمل ترانسكريبشن للار ان اي، نعمل كودون انتي كودون ريكوجنيشن. فمشان هيك هون بتكون ويك، اما البوند نفسها بتكون سترونج. تمام. بحكي لنا مع انه الهيدروجين بوند ويك، بس العدد الهائل النيوميرس هيدروجين بوند نمبر عددها الكبير هو يعني بيساهم بانه يصير في عندي ستيبل ستراكشر، لانه بالاتحاد هو، وبالتالي بسبب العدد الهائل من الهيدروجين
لا تخافوا يعني الدي ان ايه راح يضل ستيبل الا في الحاجات في الحالات اللي احنا بنحتاجه راح يتفككوا. اتفقنا؟ اتفقنا انه انا نوع الروابط ما بين النيتروجين بيسز هي عباره عن هيدروجين بوند، ولكن انا مشان يكون في عندي هيدروجين بوند دائما لازم يكون في عندي جروب اكسبتر وجروب دونر بحيث الاثنين يشاركوا مع بعض، فبالنهايه رح يصير في عندي الهيدروجين بوند. فهلا رح نحكي شو هم الامبورتنت فانكشنال جروب اللي رح يساهموا بالهيدروجين بوند. لو بدنا نيجي نشوف مين هو الدونر رح نكتشف انهم هم الامينو جروب هم اللي رح يعطوا الهيدروجين، ومين هم الاكسبتر اللي هم الاكسجين اتوم ذرات الاكسجين، وبالتالي كل امينو جروب رح يعطي وكل اكسجين اتوم رح يستقبل، فبالنهايه رح ننتهي برابطه هيدروجين. ما بكفي بس نعرف هيك، لازم نكون عارفين وين موجودين. فلو انا اجي اتفرج على الامينو جروب وين موجودين، رح نكتشف انهم موجودين بالسيتوسين، موجودين بالادينين، وموجودين بالجوانين، بس مش موجودين بالثايمين او موجودين باليوراسين. فلو بدي اجي اتفرج رح الاقيهم موجودين بالسيتوسين، هاي مثلا الامينو جروب، رح الاقيها موجوده بالجوانين، هاي على سبيل المثال امينو جروب، وراح الاقيها موجوده بالادينين على سبيل المثال اي الامينو جروب. طيب وين راح يكونوا موجودين؟ ببساطه لو بدي انا اجي اتفرج على البايرميدين اللي هي الوايندنج راح الاقيها موجوده على البوزيشن رقم 3، او لو اجي اتفرج على البيورين اللي هم تكونوا من تورين راح الاقيها موجوده على البوزيشن رقم 1. فالامينو جروب موجوده على البوزيشن رقم 3 بالسيتوسين، وموجوده على البوزيشن رقم 1 بالبيورين واللي هم الجي والاي. تمام. اما بالنسبه للجروب الثاني اللي هو الاكسبتر واللي هم الاكسجين اتوم، فهم العكس، موجودين باليوراسيل وبالثايمين وبالسيتوسين بالجوانين، مش موجودين بالادينين. فاللي بدنا نعرفه انه الامينو جروب موجوده بالادينين، اما الاكسجين جروب مش موجوده بالادينين. فالاي مع الاي، بما انه هون ما في عندنا اي فمش راح نلاقيها بالادينين. فالاكسجين اتوم موجودين بكل مكان الا الادينين. وين موجودين؟ لو انا اتفرج على الثايمين او اليوراسيل راح الاقيها على البوزيشن رقم 5، اما لو اتفرج على الجوانين على سبيل المثال راح الاقيها بالبوزيشن رقم 6، لو اتفرج على السايتوسين راح الاقيها بالبوزيشن رقم 2. في هدول الترتيب انا من خلالهم راح اقدر اعمل ثلاث هيدروجين بوندز موجودين ما بين السي والجي، راح اقدر اعمل رابطين هيدروجين بوند ما بين الاي والتي. فضروري جدا انه انا يكون في عندي من كل ذره واحده اكسبتر على سبيل المثال، والثانيه دونر في كل رابطه انا ممكن اعملها. اتفقنا؟ اتفقنا. ثاني شيء بدنا نكون عارفين انه انا لما يكون في عندي على سبيل المثال بوليمرز، وهذا البوليمرز مكون حكينا من عده نيوكليوتيدات او من عده نيتروجين بيسز، بدنا نكون عارفين انه النيتروجين بيسز ما بيزبط يضل بينهم هالقد مسافه، لازم يعملوا ستاكينج انتر اكشن مع بعض. كيف؟ عن طريق يلزقوا ببعض، وهلا رح نعرف كيف ممكن يلزقوا ببعض، وبالتالي انا غير غير الهيدروجين بوندز اللي بتربط ما بين نيتروجين بيسز، النيتروجين بيسز ما بين بعض في نفس الاستران بترتبط بستاكينج انتر اكشن اللي هو ترابط تلاصقي، يعني مش بوند فعليه هي لا، بس فعليا هم فوق بعض، وبالتالي هذا الشيء بيعمل ستاكينج انتر اكشن. ليه؟ لانه حكينا انه النيتروجين بيسز هم هيدروفوبيك. شو يعني هيدروفوبيك؟ يعني ما بيحبوا المي. فالستاكينج انتر اكشن اللي راح يصير ما بينهم راح يقلل نسبه دخول المي ما بينهم، وبالتالي يعمل على طرد جزيئات الماء ما بينهم عن طريق الستاكينج انتر اكشن. تمام. هلا رح نحكي شوي بالتفاصيل. وبالتالي لو احنا اجينا حكينا شو انواع الروابط ما بين النيتروجين بيسز، بنعرف انه لازم الاي ترتبط برابطين مع التي، ولازم الجي ترتبط بثلاث روابط مع السي، وهدول الروابط هيدروجين بوند. ومشان تتكون الهيدروجين بوند لازم يكون عندي انا اكسبتر ودونر، اكسبتر ودونر في كل رابطه. واتفقنا انه انا لازم دائما اربط البيورين مع البايرميدين، ما رح يزبط اربط البايرميدين مع البايرميدين لانهم رح يطلعوا توثر لانهم مكونين من وان داي، وما بيزبط اربط البيورين مع البيورين وبالتالي رح تطلع تو واي، فبيزبطش وحده هيك وواحده هيك لانه الاستراكشر رح يبطل ستيبل. طيب احنا بنعرف انه لازم انا اربط البايرميدين مع البيورين، وبالتالي لو انا بدي اجي احكي
انا قررت انه اربط الاي مع السي، يعني هي انا فعليا قاعد بربط البيورين مع البايرميدين. ليه ما بيزبط الاي مع السي؟ ليه لازم الاي مع التي؟ لانه حكينا نوع الروابط ما بينهم لازم يكونوا هيدروجين بوند، ومشان تصير لازم يكون عندي واحد اكسبتر واحد دونر. فلو انا اجيت بدي اربط الاي مع السي على سبيل المثال، راح الاقي انه التنين اكسبتر والتنين بيحتوى على نيتروجين او على امينو جروب. فمثلا راح الاقي انا في عندي امينو جروب على الان رقم واحد بي الادينين، ومقابله على الان 3 راح الاقي امينو جروب على السيتوسين، والتنين يعتبروا اكسبتر. فما راح واحد يعطي للثاني وما واحد راح يتنازل على الثاني، وبالتالي الاستراكشر راح يكون انستابل. في نفس الوقت لو انا قررت انه انا اربط والله الاي مع السي بدل الاي مع الجي، راح الاقي انه التنين فياتهم دونر، وبالتالي ما راح يزبط واحد ياخذ واحد يعطي، وبالتالي الاستراكشر راح يكون انستابل. فانا الاستراكشر الوحيد اللي راح يضبط انه انا اعمل بيورين مع بايرميدين، ما راح اكتفي بهاي الجمله، راح اكتفي بانه انا الاي مع التي والسي مع الجي. هذا هو الاستراكشر الوحيد اللي وجدوه بالدي ان اي راح يكون ستيبل. ريحكم برايكم ليه الدي ان اي مش لينير زي هيك؟ ليه هو سبايرل؟ ببساطه زي ما احنا حكينا انه احنا الشيء الداخلي الانر بارت اوف ذا دي ان اي يعتبر هايدروفوبيك، ولو احنا خليناه لينير راح نلاقي انه المسافه ما بين الفوسفيت تو فوسفيت اللي ورا بعض، او المسافه ما بين التو شوجر اللي ورا بعض، راح تكون ضعف المسافه ما بين التو بيسز. وبالتالي هذا الاشي راح يخلي زي في عندي ثقب تدخل من خلال المي وتوصل للبيسز، وبالتالي تدمر للبيسز. فكان الحل انه البيسز يلفوا شوي على بعض، وبالتالي بلفتهم هاي اللي شوي راح تقلل زي كانه الفراغ اللي راح يكون ما بينهم، فراح تقلل كميه دخول المي. فانتوا بس تخيلوا بعقلكم انه انا في عندي تو بيسز هيك مصفطين مع بعض زي الليجو، انا الفهم مع بعض، فالهون المسافه راح تقل، ولكن المسافه الفعليه ما راح تقل، راح تضلها المسافه ثابته، ولكن المكان اللي راح تدخل منه المي راح تقل. فبيحكي لنا انا الدي ان اي سبايرل لانه المسافه ما بين الشجر او الفوسفات هي ما يقارب الدبل ثيكنس ما بين النيتروجين بيسز، وهذا الشيء راح يخلي في عندي هول تدخل فياته المي وتعمل ديستروي للدي ان اي. فكان الحل مشان الدي ان اي يتخلص من هاي الهول انه البيسز تلف شوي، هاي اللي شوي تقريبا تساوي 36 درجة، وبالتالي في كل بيس انا راح تلف 36 درجة على اختها، بحيث انهم يصيروا زي هيك، فراح تقل المسافة ما بينهم، ولكن المسافة ما بين الفوسفيت او ما بين الشجر راح تضلها ثابتة. وهذا موقع سؤال ممكن خربطنا فيه، انه يحكي لنا المسافة ما بين التو فوسفيت او المسافة ما بين التو شجر ممكن تقل، لا هي راح تضلها ثابتة، بس احنا مع لفة البيس احنا راح نتخلص من الهولز اللي موجودين ما بينهم. فشايفين انتوا كيف المسافة راح تضلها ثابتة اللي هون، ولكن الفراغات اللي ما بين البيسز راح تقل. بيحكي لنا the twisting of the two strands، اللفة بتاعت التو ستراند هاي راح تعمل لي إشي بسميه minor growth وإشي راح أسميه major growth. فلو أنا أجي أتفرج على الـ DNA كيف لف على بعض، كل لفة كانت 36 درجة، راح تلاقوا إنه أنا في عندي growth راح يكون صغير راح أسميه minor growth، والgrowth راح ألاقيه كبير راح أسميه major growth، وهدول راح نأخذهم بالتفصيل في المحاضرة الجاية إن شاء الله. تمام؟ minor growth تقريباً راح يكون 12A، والA هاي عبارة عن وحدة بيستخدموها بالmolecular biology كأنها اسمها انجسترومز شيء زي هيك، والميجر جروب جروف راح يكون اكبر واللي هو بيساوي 22 انجستروم. تمام؟ بيحكي لنا الدبل ستراندد اوف ذا دي ان اي مولكيول، احنا بنعرف انه هو له هيدروفوبيك كور، يعني الشيء الداخلي هو هيدروفوبيك يعني بيخاف من الماء. كيف بنحل هاي المشكله؟ عن طريق احنا نعمل ستاكينج انتر اكشن بتوين البيسز، يعني البيسز يلزقوا ببعض، وبالتالي هذا الشيء راح يعمل لي الكيميكال ستابيليتي. طب برايكم هل كل انواع الدي ان اي بنفس الاستراكشر؟ يعني احنا عرفنا انهم كلياتهم هيليكال، ولكن هل كلياتهم نفس الشكل؟ عرفوا انه لا، انا في عندي 3
التوبس من الدي ان اي كلياتهم هيليكال ستراكشر، ولكن بيختلفوا ما بين بعض باشياء صغيره. لو انه انا في عندي اي دي ان اي اند بي دي ان اي اند زد دي ان اي، شو بيفرقوا؟ عن طريق جهه اللفه تبعتهم. راح نلاقي انه في عندي انواع رايت هاندد، زي تتذكروا قاعده اليد اليمنى بالفيزياء، وراح نلاقي انواع راح تكون ليفت هاندد، وبالتالي صار في عندي شكلين مختلفين ما بين الدي ان اي. مين الموست كومن؟ الموست كومن اللي هو البي دي ان اي. ايش بيكون؟ بيكون رايت هاندد، لانه احنا دائما باليد اليمنى، وبالتالي رايت هاندد هو الموست كومن. ايش الفرق الثاني ما بينهم غير الجهه؟ رح نلاقي انه احنا البي دي ان اي بيحتوي على 10 بيس بيرتين. ايش يعني 10 بيس بيرتين؟ احنا حكينا انه انا ما بين كل بيس والثانيه رح تلف شوي، وهاي الشوي كانت عباره عن 36 درجه. طب لو انا بدي الف لفه كامله واللي هي بتتكون من 360 درجه، برايكم كم بيس بير انا بحتاج؟ ببساطه اذا كل بيس بير 36، فانا مشان اوصل ال 360 فانا رح احتاج الى 10 بيس بير، وبالتالي هو هذا اكثر شيء كومن، انه انا يكون في عندي في كل بيس بير لف 36 درجه، وبالتالي مشان احصل اللفه الكامله انا بحتاج الى ال 10 بيس بير، واللي هو هذا بنسميه احنا البي دي ان اي. اما النوع الثاني اللي هو الاي دي ان اي فهو مشابه جدا للبي دي ان اي، ولكن زي كانه مضغوط بزياده، يعني زي كانه احنا لفيناه اكثر من 36 درجه، وبالتالي لو انا بدي احسب كم بيس بير انا احتجت بال 360 درجه، رح تلاقوني زدت واحده بيس بير، وبالتالي انا احتجت الى 11 بيس بير لكل تير. اما بالنسبه للزد دي ان اي فهو اساسا ليفت هاندد ومضغوط بزياده زيادة وزيادة، فأنا بدل ما كل وحدة بتلف 36 درجة رح ألاقيها بتلف أكثر، وبالتالي أنا بحتاج إلى 12 بيس بير مشان أعمل الكمبليت تيرن واللي هي 360 درجة. طيب ليش هاد مثلا 36 درجة وهاد أكثر وهاد أكثر؟ ببساطة لأنه أنا لو بدي أجي أضغط الموليكيول بزيادة رح أنزع منه المي، وبالتالي رح تلاقوا إنه البي دي إن إيه هو الإشي النورمال واللي هو الإشي المور. اما لو بدنا نيجي نتفرج على الاي دي ان اي، احنا شلنا منه مي فخليناه مور دي هايدريتد، خليناه جاف، وبالتالي هذا الجفاف زي كانه ضغط الموليكيول بزياده. لو نيجي نتفرج على الزد دي ان اي رح نلاقيه مور دي هايدريتد عنهم كلياتهم، وبالتالي احتجنا الى عدد اكبر من القواعد مشان انا اكمل ال 360 درجه. يعني انا هيك الف وتوصل معي 360 درجه، فلو انا بدي ارتبهم رح نيجي نحكي المور كومن وهو احسن واحد اللي هو البي دي ان اي، انا بحتاج الى 10 بيس بير لكل تيرم، يعني لكل 360 درجه، وانا كل بيس راح تلف تقريبا 36 ديجري. بعدين راح يجي عندنا احنا الاي دي ان اي، هو برضه يعتبر رايت هاندد، ولكن انا بحتاج الى 11 تيرم لكل 11 بيس لكل تيرم، واخر واحد راح يكون هو الزد دي ان اي، وانا من خلاله بحتاج 12 بيس لكل تيرن. احفظوا هاي زد وهي 12، وبالتالي الزد هو ال 12 واساسا هو يعتبر ليفت هاندد. تمام، فالاي والبي اللي ورا بعض هم الرايت هاندد، اما الزي فهو يعتبر الليفت هاندد. تمام، هذول هم انواع الدي ان اي، ورح ناخذهم برضه بالتفصيل في المحاضره الجايه. فالماينري جروب والزد دي ان اي والاي بي والابصر، شو هذول كلياتهم رح نحكي عنهم كثير، ورح نعرف ايش الفروقات وايش بستفيد منهم في المحاضره الجايه باذن الله. وبالتالي بيحكي لنا احنا هيك زي كانه خلصنا المحاضره، فبدنا نلخص كم من معلومه، ايش احنا عرفنا عن الدي ان اي وايش عرفنا عن الار ان اي. فلو انا بدي اجي احكي شو تعريف الدي ان اي، رح نيجي نحكي انه هو يعتبر رايت هاندد، لانه هو الموست كومن يكون بي دي ان اي، وبالتالي هو رايت هاندد انتي بارلل. وكلمه انتي بارلل عرفنا انه في عند ستراند رح تبلش من 5 ل 3، والستراند الثاني رح تبلش من 3 الى 5، وبالتالي هو انتي بارلل. وعرفنا انه هو دبل ستراندد، ما في عندي دي ان اي مكون من 1 ستراند، والشكل تاعه سبايرال ستركتشر، وبالتالي هو رايت هاندد انتي بارلل دبل ستراندد هيلكس. والشيء الثاني اللي بدنا نيجي نعرفه شوي بالتفصيل انه الدايمتر تاعه تقريبا 20 انجستروم، يعني لو انا بدي اجي اتفرج على الدايمتر تاع الدي ان اي رح الاقيه 20 انجستروم، واللي هو يساوي 2 نانومتر. ولو انا اجي اتفرج المسافه ما بين كل بيس والثانيه رح الاقيها تقريبا 0.34 نانومتر، واللي هي بتساوي تقريبا
3.4 انجستروم، تمام؟ وبالتالي المسافه ما بين كل بيس والثانيه هي عباره عن 0.34. طب لو انا بدي احكي لكم قديش بدي قاعده مشان انا اعمل كومبليت تيرم، احنا بنعرف انه انا بدي 10، وبالتالي قديش حجم الكومبليت تيرم؟ ببساطه 0.34 ضرب 10 واللي هي تقريبا 3.4 نانومتر. فانا مشان اعمل كومبليت تيرم بدي تقريبا 3.4 نانومتر او ال 34 انجستروم. فانا بعرف انه الكومبليت تيرم يا اما بمشي على انه كل وحده كل بس تمشي 36 درجه، فانا مشان اكمل ال 360 بحتاج الى 10، او باجي بحكي انه المسافه ما بين تو بيسز هي عباره 0.34، يعني مشان تكمل الكومبليت تيرم فانا بحتاج ضرب 10 فبتطلع معي 3.4 نانومتر. وهدول الارقام حفظ اللي هم 36 درجه 3.4 نانومتر مشان انا بدي الكومبليت تيرم، 0.34 هاي المسافه ما بين التو نيتروجين بيسز. بيحكي لنا ذا بيسز دي اوف دي ان اي ار فلات اند ستاك توجذر. لو انا اجي اتفرج عليهم رح نلاقيهم هم فلات اند ستاك توجذر، ملتصقين مع بعض، مشان حكينا يمنعوا دخول المي الى الداخل. اما الار ان اي لو بدنا نيجي نتفرج عليه، هو هي الدي ان اي، هي الار ان اي، هو يعتبر سنجل ستراند من النيوكليوتايد. ولو رح نيجي ناخذ لقدام بالمحاضرات الجاي انه انا في عندي ثلاث انواع مختلفه من الار ان اي، واللي هم الترانسفر ار ان اي ورح يكون اختصاره تي ار ان اي، ماسنجر ار ان اي ورح يكون اختصاره ام ار ان اي، ورايبوسوم الار ان اي ورح يكون اختصاره ار ار ان ار ان اي. ورح نشوف انه كل واحد له وظيفه معينه ورح ناخذهم بالتفصيل لقدام. فمشان هيك بيحكي لي شو الفرق ما بين الار ان اي والدي ان اي بالكيميكال ستراكشر. ببساطه حكينا احنا الار ان اي بيحتوي على رايبوز شوجر، اما الدي ان اي بيحتوي على ديوكسي رايبوز، اما الار ان اي بيحتوي على يوراسيل، اما الدي ان اي فهو بيحتوي على تايمين. وهيك احنا بنكون خلصنا الدي ان اي ستراكشر. اهم شيء انكم تعرفوا شو الفروقات ما بين الدي ان اي والار ان اي. المفروض تعرفوا من ايش بيتكون الدي ان اي، والله بيتكون من فوسفيت وشوجر و نيتروجين بيسز. ضروري تعرفوا شو انواع الروابط ما بين كل واحد واحد، يعني ما بين الفوسفيت والشوجر ايش نوع الرابطه، ما بين الشوجر والنيتروجين بيسز ايش نوع الرابطه، ما بين النيتروجين بيسز والنيتروجين بيسز الثاني ايش نوع الرابطه، ما بين الشوجر والثاني شوجر، يعني زي هيك هذول ايش برضه نوع الرابطه. فهذول كل انواع الروابط لازم تكون عارفين، يعني مثلا ما بين الشوجر والفوسفيت فوسفودايستر بون، ما بين الشوجر والنيتروجين بيسز ان جلايكوسيديك بون، ما بين النيتروجين بيسز والنيتروجين بيسز هيدروجين بون. لازم تكون عارفين انه ما بين الاي والتي مثلا تو هيدروجين بون، ما بين السي والجي مثلا تي هيدروجين بون، وهكذا. فهذول الاشياء ضروري جدا جدا انكم تعرفوها. لازم تعرفوا انه مثلا بالدي ان اي دي اكسي ريبوز منزوع الاكسجين، بالار ان اي لازم تكونوا عارفين انه فياته اكسجين. فالمحاضره يعني انتم اذا فهمتوها وترجعوا تقرؤوها ان شاء الله انكم بتتمكنوا منها. واي سؤال او اي استفسار اسالوني اياه، وان شاء الله رح انزل لكم كويز تمتحنوا فياته حالكم، وان شاء الله في المحاضره الجايه رح تلاقوا حالكم بتتمكنوا من هاي الاشياء بزياده باذن الله، ورح نضلنا نعيدها ونزيدها طول ما احنا بنشرح في ماده الموليكيولر. والى اللقاء يا اصدقاء.